العديد من الدورات الفنية في مجال الرسم والأشغال، وشاركت في عدة معارض فنية. يسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذا المساء للحديث عن تجربتها الفنية. مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أتقدم بالشكر الجزيل على استضافتي في ملتقى الثلاثاء وإضافة لوحاتي، فالشكر موصول للأستاذ جعفر الشايب على كرم أخلاقه، كما وأحب أن أشكر الداعمين والمساندين لي في إكمال مسيرة نجاحي، زوجي العزيز الأستاذ الفنان علي حميد، وأشكر كل كلمة ثناء وجمال وتشجيع منكم أبنائي وأختي وطالباتي العزيزات وزميلاتي، وخاصة زميلاتي مجموعة فنانات نفتخر بالولاية. بدأ شغفي في الفن منذ صغري، فلازمني في كبري ودفعني شغفي إلى تغيير مجال تخصصي من العلوم الطبية لأشبع رغباتي وأحقق طموحاتي، ولم أندم قط لتغيير هذا المسار رغم قوته وتوسع مجالاته. فشغف الفن وسحر الفرشاة جرفني للإبحار في عالم الفن الذي لا يضمر. منذ بدء مسيرتي الفنية لا أزال أتجرأ حلاوة الفن التي لا تنفذ، ولكن ينتابني سؤال: أين نحن الآن؟ وما هو موقعي من الفن في العالم؟ حينها سأتطرق للاختلافات في الثقافات والعادات والعلاقات الاجتماعية والديانة واللباس والمباحات والمحظورات وهل هم جرى. لكن هنا تبقى اللغة المرئية البسيطة هي أقدم وأسهل وسيلة للتواصل وأظهار الحضارات وربطها ببعضها. ففي نظري المتواضع لابد الفنان من الدراسة والبحث والقراءة وجمع الحقائق والممارسة حتى تتكون لديه صورة لا أقول وافية ولكن واضحة تسهم في تطوره وفهمه لتلك اللغة الصامتة. فاللوحة كالإنسان مكونة من طبقات نفسية من السطح وحتى الأعماق، كل طبقة تساهم في فهم ما هو أعمق منها. فما الذي يرسم؟ قد تكون اللوحة عن شخص، عن أحداث تاريخية، عن تضاريس بيئية، مشاهد حياتية يومية، حيوانات، حالات نفسية أو عاطفية إلى آخره. وقد تكون ليس لها معنى، وهو ما يعرف بالفن التجريدي، يعتمد على نزف الألوان على القماش. تناول المتذوق لهذا النزف اللوني هو ما يعطيه معنى بالاشتراك مع العنوان الذي أعطاه الرسام للوحة. في الختام لا يسعني إلا أن أشكركم وأشكر أنصاتكم وحضوركم لمعرضي.